وللتعليق على الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد رامي، نقيب صيادلة القليوبية. سابقا دكتور أحمد، كيف تنظر إلى حكم الدستورية العليا الذي يحظر على الصيدلي تملك أكثر من صيدليتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحكم اليوم لم يقدم جديدا، هو إقرار للوضع القائم. الوضع القائم بيضع حد أقصى لملكية الصيدلي صيدليتين فقط. فالحكم اليوم أتى ليكرس هذا الوضع. طبعا في ناس متضررين من هذا القرار اللي هم أصحاب سلاسل الصيدليات، اللي هم أصلا وضعهم قانوني مخالف لأنهم بيتحايلوا على القانون، بيتملكوا أكثر من صيدليتين بالمخالفة للقانون، وكان عندهم أمل في حكم اليوم لو أتى بعدم دستورية هذا النص إن هو يصب في مصلحتهم. طيب دكتور أحمد، فكرة تملك أكثر من صيدليتين أو مجموعة كبيرة من الصيدليات، طيب فكرة تملك مجموعة من الصيدليات كما يفعل البعض حتى من غير الصيادلة، ألا يعد ذلك يعني تحايلا على القانون ويعد مافيا للأدوية والصيدلة في مصر؟ طبعا يعني هو التحايل على القانون بيمارسه أصحاب سلاسل الصيدليات اللي نسبة كبيرة منهم بيبقوا مقربين من السلطة، كل سلطة سواء من مبارك، كان بعضهم في أمانة المهنيين بالحزب الوطني زي الدكتور أحمد العتبي صاحب سلسلة صيدليات مشهورة وغيره. يعني دائما يعني اللي بيخالف القانون في مصر بيحاول يوجد له حماية بأنه يتقرب من السلطة، خاصة إذا كانت هذه السلطة بثوارة الفساد وبتحميه وسلطة مستبدة. طيب بهذه الكيفية التي طرحت دكتور أحمد، إلى أي مدى يعتبر القانون إيجابيا بالنسبة للمواطن؟ هو يعني يمكن القانون ده أصلا يعني هو يخص الصيادلة ويخص يعني الحفاظ على حد أدنى من التوازن وحماية صغار الصيادلة من تهول سلاسل الصيدليات، وبيمنعهم في الحقيقة من تقنين الوضع الخاطئ اللي هم عاملينه بامتلاكهم لأكثر من صيدليتين. الكلام ده يعني بيه أصحاب سلاسل الصيدليات. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد رامي، نقيب صيادلة القليوبية، سابقا كنت معنا عبر الهاتف.